زين، تعال خلينا نجمع كل التفاصيل اللي حكينا بيها ونجمع أفكارنا ونبدي بسمر. خوش، نبدي بسمر. سمر تعاركت ويا جمال لأنه كان يريد يرجع الفريدة. ممكن سوت هيك بدافع الغيرة؟ يعني خلينا نقول هي سبب من الأسباب. إذا سمر لها إيد بالموضوع أكيد ما تدبرها وحدها، وذا المقتول شريكها وهي مأجرته، ليش تحرقه؟ والله يا كمال ما أعرف شو أقول لك، يعني ما عندي فكرة إذا سمر إلها علاقة بالموضوع أو لا، أو هي سبب الجريمة. بس بعد ما عرفنا وفاة جمال يعني تصرفاتها ما أدري شلون. شلون يعني؟ إيش تقصد؟ يعني صح سمر انصدمت بوفاة جمال، بس ما انكسرت وتأدت مثل فريدة. يعني تتخيل جمال خطيبها وبعد فترة يتزوجون، يعني المفروض تتأثر أكثر. حب جمال وفريدة يختلف. يعني وحدة تخيل أنت ورا وفاة زوجها أو خطيبها بيومين تجي تداوم بالشركة، تدري أنت أنا فريدة قوة جبتها قبال عينها حتى أشوفها، ليه راح تتخبلها من البتش؟ قوة جبرتها تداوم. ما تقدر تقارن هيك مقارنة. فريدة حساسة وبسرعة تتأثر، وسمر مو هيك. يعني أنا هم قلت وحسيت هيك، بس تدري أنت إنه سمر انصدمت بالحرقة ما انصدمت بالموت نفسه. يعني ممكن يكون أكو شخص رابع هو اللي سوى هذا الشيء ومتورط وياهم وهو اللي حرق الجثة من وراء ظهرها. يعني أكو واحد يصول ويجول ويتصرف بكيفه ويسوي اللي يعجبه، بس أنا ما أعتقد سمر، لأن سمر مو مال تحبس جمال وتحرق جثة الرجال وتسوي ذني كلهن. ما تدبرها، أكو واحد ساعده. بمن تشك أنت؟ مهند. عقلي راح يوقف كل ما أقوله. حليناها، نرجع لنقطة الصفر. صار هسه بجمال. على كيفك كمال، احنا اليوم يلا عرفنا اكو احتمال ان جمال بعد عايش. لو باقينا على قبل ننتظر نتائج دي ان اي، واحتمال اللي كنا خايفين من عنده هو جمال لا سمح الله، كان هسه انا وياك محتارين بالدفن حبيبي. على قولتك على الاقل صار عندنا شوي امل. زين ايش راح نقولهم للبيت؟ يعني احنا ما نعرف جمال عايش ميت. ايش حكينا؟ مو قلنا خلينا شوي ناجل الياس شوي؟ انت برايك شو نسوي؟ والله الصراحه فكرت في الموضوع، قلت بلكن اجله فتره، بس بعدين قلت اذا خالي اتصل بمركز الشرطه وعرف هاي الاشياء كلها ضامنه عنه ينجلط ويموت قبل، وراح يزعل علينا هواي ونصير سبب احنا وليش ما قلتوا لي. بعدين ليش ما نقول له اذا كان عنده امل ونخلي عنده امل انه ابنه بعد عايش؟